خلينا برضو نستكمل بقية التفاصيل المتعلقة برحيل ساديو ماني عن فريق ليفربول والتعاقد مع فريق بايرن ميونخ. تصريحات بقى للاعب، أكد السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الجديد أنه أفضل أوقاته كلاعب في صفوف فريق ليفربول كانت الإطاحة ببرشلونة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019. قال ماني في مقابلة كانت مع نادي ليفربول قبل توديعه للريدز بخصوص أفضل أوقاته، أن ده سؤال سهل ومش صعب، اولا هختار نصف نهائي 2019 لما اقصينا برشلونه، وقال كانت لحظه لا تصدق، كمان لما توجنا بالتشامبيونز ليج دي هتكون افضل اوقاتي في مشواري.